السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي الأعزاء، بناتي العزيزات، مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية في مكون القراءة. في هذه الحصة إن شاء الله سندرس نصا شعريا يندرج ضمن الأسبوع الرابع من الوحدة الثانية في مجال الحياة الثقافية والفنية. أعزائي الصغار، عزيزاتي الصغيرات، موضوع هذه الحصة أو موضوع هذا الدرس هو الفنون الجميلة. إذن إن شاء الله عند نهاية الحصة ستتمكنون من قراءة النص الشعري الفنون الجميلة، قراءة شعرية وتعرف أنواع متعددة من الفنون وتذوق بعض الصور الشعرية في القصيدة. إذن نمر إلى أول مرحلة من مراحل هذا الدرس، ألا وهي ألاحظ وأتوقع. إذن نلاحظ جيدا عزيزاتي الصغيرات، أعزائي الصغار، العنوان التالي: الفنون الجميلة، والصورة أيضا المرافقة للنص الشعري، حيث من خلالهما سنحاول أن نأخذ فكرة عن الموضوع الذي سيتحدث عنه الشاعر في هذه القصيدة. إذن نلاحظ جيدا العنوان الفنون الجميلة. إذن هذا العنوان ينقسم إلى كلمتين: كلمة الفنون وهي مفردها هو الفن، والفن هو كل إبداع وكل موهبة يتميز بها الشخص الفنان عن باقي الأشخاص العاديين. ثم لدينا كلمة الأخرى هي الجميلة، حيث نلاحظ أو يمكن أن نكتشف بأن هذا الشاعر وصف وميز هذه الفنون بكونها تتصف وتتميز بالجمال. نلاحظ أيضا أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، الصورة المرفقة للنص، وسنحاول إن شاء الله أن نربطها بنوع الفن الذي تعالجه كل صورة على حدة. إذا نلاحظ الصورة الأولى، حيث نلاحظ امرأة تقوم بقراءة نص شعري أو قصيدة شعرية، وبالتالي فإن الصورة تعبر عن فن الشعر. نلاحظ أيضا الصورة التي توجد بجانبها، فنلاحظ أن هناك رجلا يستعمل ألوانا وفرشاة للتعبير وعن موهبته في الرسم، وبالتالي فإن الصورة مرتبطة هنا بفن الرسم. نلاحظ أيضا الصورة الأخرى، فهي تمثل رجلا جالسا يعزف على آلة العود، وبالتالي الفن الذي تعبر عنه هذه الصورة هو فن الموسيقى. نلاحظ أيضا أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، الصورة الأخرى أو الصورة الرابعة، فنلاحظ بأن هناك رجلا يعزف على آلة الكمان، وبالتالي الصورة التي تعبر عنها هذه أو الفن الذي تعبر عنه هذه الصورة هو فن الموسيقى. بالنسبة للصورة الأخيرة أعزائي الصغار، فإن نلاحظ رجلا يستعمل آلة التصوير، ربما لتصوير شريط سينمائي أو لتصوير شريط وثائقي، وبالتالي الصورة تعبر هنا عن فن التصوير. إذن أعزائي الصغار، سنحاول من خلال هاتين من خلال هذه الصور أو من خلال هذه الصور والعنوان من تشكيل بعض الفرضيات والتوقعات التي يمكن أن يتحدث عنها الشاعر في النص. ويمكن إذن من خلال العنوان دائما ومن خلال هذه الصور يمكن أن نتوقع بأن الشاعر قد يتحدث عن أنواع الفنون الجميلة ودورها في حياة الإنسان، أو يمكن أيضا أن يتحدث عن مقارنة بين أنواع الفنون الجميلة. وللتحقق طبعا من هذه أو من هاتين الفرضيتين يجب علينا أن ندرس مضامين النص الشعري. ويمكن لكم أيضا أعزائي الصغار، عزيزاتي الصغيرات، أن تتوقعوا فرضيات وتوقعات أخرى. إذا نمر أعزائي الصغار إلى أول مرحلة، وهي مرحلة قراءة النص الشعري. الفنون الجميلة. إن رمت عيشا ناعما ورقيقا فاسلك إليه من الفنون طريقا، واجعل حياتك غضة بالشعر والتمثيل والتصوير والموسيقى. تلك الفنون المشتهاة هي التي
غصن الحياة بها يكون وريقا، وهي التي تجلو النفوس فتمتلي منها الوجوه تلألؤا وبريقا. رطب حياتك بالغناء إذا عرى هم يجفف في الحلوق الريقا. إن الغناء لمحدث لك نشوة في النفس تطفئ في حشاك حريقا. أرقى الشعوب تمدنا وحضارة من كان منهم في الفنون عريقا. الشعر فن لا تزال ضروبه تتلو الشعور بألسن الموسيقى. أما المصور فهو فنان يرى ما كان من صور الحياة دقيقا. وبدائع التصوير من حسناتها أن يستفيد بها الشعور سموقا. فهي الجديلة أن تكون ثمينة وتكون أنفق من سواها سوقا. إذن أعزائي الصغار، عزيزاتي الصغيرات، هذه القصيدة هي للشاعر العراقي المرموق معروف الرصافي، والمزداد في بغداد عام 1875، وتوفي سنة 1945. درس على يد علماء بغداد الأعلام، وزاوج بين ممارسة مهنة التدريس والتحرير الصحفي، وله ديوان يسمى بالرصافيات. إذن أعزائي الصغار، عزيزي الصغيرات، سنقوم الآن بشرح المصطلحات الصعبة الواردة في النص، بالإضافة إلى شرح معاني بعض الأبيات الشعرية. إذن قال الشاعر في القصيدة في البيت الأول: إن رمت عيشا ناعما ورقيقا فاسلك إليه من الفنون طريقا. إذن نلاحظ البيت الأول كلمة رمت، إذن رمت هنا بمعنى إن رغبت. إن رمت عيشا أي إن رغبت عيشا ناعما ورقيقا فاسلك إليه من الفنون طريقا. إذن يمكن أن نفهم من خلال هذا البيت الشعري بأن الشاعر يطلب من كل شخص أراد أن يعيش حياة ناعمة وحياة سعيدة أن يجعل أو أن يخصص للفنون مكانة ونصيبا في حياته. نمر إلى البيت الثاني: واجعل حياتك غضة بالشعر والتمثيل والتصوير والموسيقى. إذن هنا كلمة غضة معناها لينة وجميلة خالية من القسوة. إذن من خلال هذا البيت الشعري يمكن أن نفهم بأن الشاعر أو بأن الشعر ساهم كل من الشعر والتمثيل والتصوير والموسيقى، كل هذه الفنون ساهمت في جعل حياة الإنسان لينة وخالية من القسوة. إذن الشخص إذا أراد أن يعيش حياة لينة خالية من القسوة فيجب عليه أن يخصص مكانة لهذه الفنون، وهي الشعر والتمثيل والتصوير والموسيقى. بالنسبة للبيت الثالث: عزيزاتي التلاميذ، أعزائي التلميذات عفوا، يقول الشاعر: تلك الفنون المشتهاة هي التي غصن الحياة بها يكون وريقا. هنا كلمة وريقا بمعنى الأوراق، أي أوراق الأشجار. إذن الشاعر هنا في هذا البيت يشبه الحياة المرتبطة بالفنون كالغصن الأخضر المورق. إذن في البيت الرابع يقول الشاعر: وهي التي تجلو النفوس فتمتلي منها الوجوه تلألؤا وبريقا. إذن هنا كلمة تجلو معناها تصفي النفوس، أي الفنون هي التي تصفي النفوس. إذن هي هنا المقصود بها هي الفنون. إذن يحاول الشاعر هنا أن يبرز دور الفنون في تصفية النفوس من متاعب الحياة، فيظهر أثر ذلك على الوجوه التي تمتلئ بريقا وبشاشة. إذن في البيت الخامس يقول الشاعر: رطب حياتك بالغناء إذا عرى هم يجفف في الحلوق الريقا. هنا عرى معنى كلمة عرى، أي إذا حل به هم، أي عرى هم، أي حل به هم أو حزن. هنا الحلوق مفردها هو حلق، والريق هنا هو
اللعاب. إذن الشاعر في هذه في هذا البيت يحاول أن يربط الغناء بحياة الإنسان كما يربط الريق أو يرطب الغناء يرطب الغناء حياة الإنسان كما يرطب الريق الحلق الجاف. إذن في هذا البيت الشعري يحاول الشاعر أن يبين دور الغناء بكونه يرطب حياة الإنسان كما يرطب الريق الحلق الجاف. إذن في البيت السادس يقول الشاعر: إن الغناء لمحدث لك نشوة في النفس تطفئ في حشاك حريقا. إذن بالنسبة للكلمات الصعبة هنا يمكن هي هناك حشاك أي أحشاؤك أي ما بداخلك أو أحاسيسك الداخلية. إذن في هذا البيت الشعري يحاول الشاعر أن يبين تأثير الغناء على نفسية الإنسان حيث يزيل كل ضيق والأحاسيس وتلك الأحاسيس ربما التي الحزينة من حزن من صدره. إذن يؤثر الغناء على نفسية الإنسان حيث يزيل كل ضيق أو حزن من صدره. بالنسبة للبيت الآخر يقول الشاعر: أرقى الشعوب تمدنا وحضارة من كان منهم في الفنون عريقا. هنا أرقى كلمة أرقى معناها أسمى وأعلى. الشعوب تمدنا وحضارة من كان منهم في الفنون عريقا أي يتميزوا بفن عريق أصيل وقديم. إذن في هذا البيت يحاول الشاعر أن يبين بأن أسمى الشعوب تمدنا وحضارة هي التي لها ماض أصيل وعريق، يعني يتحدث عن الفن فن أصيل وعريق. ثم هنا الشاعر يصف أو رقي الشعوب يقاس بفنونها العريقة يقول الشاعر في البيت الآخر: الشعر فن لا تزال ضروبه تتلو الشعور بألسن الموسيقى. إذن هنا بالنسبة لضروبه معناها أنواعه. إذن الشعر فن لا تزال ضروبه أي أنواعه تتلو الشعور بألسن الموسيقى. إذن في هذا البيت ميز أو الشعر فن لا تزال أنواعه تعبر عن الإحساس بلسان الموسيقى. بالنسبة للبيت التاسع يقول الشاعر: أما المصور فهو فنان يرى ما كان من صور الحياة دقيقة. هنا المصور بنوعيه أي المصور الذي يعتمد أداة مثلا يعتمد الفرشاة والألوان كأداة للتعبير عن أحاسيسه، ويقصد أيضا المصور الذي يعتمد آلة التصوير في تصوير شريط وثائقي مثلا أو شريط سينمائي إلى آخر. إذن من خلال هذا البيت الشعري يحاول الشاعر أن يبين بكونه ميز المصور بأنه فنان يهتم بالتفاصيل الدقيقة التي قد لا يهتم بها الإنسان العادي. لذلك فإن الفنان المصور يهتم بالتفاصيل الدقيقة التي لا يمكن أو لا يستطيع الإنسان العادي أن يهتم بها. في البيت ما قبل الأخير يقول الشاعر: وبدائع التصوير من حسناتها أن يستفيد بها الشعور سموقا. هنا وبدائع يعني إبداعات ومواهب التصوير من حسناتها أن يستفيد بها الشعور سموقا. هنا سموقا أي علوا وسموا. إذن في هذا البيت ما قبل الأخير يحاول الشاعر أن يبين أن من بين حسنات وإيجابيات التصوير بنوعيه هو ارتقاء وسمو شعور الإنسان بها. في البيت الأخير أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات يقول الشاعر: فهي الجديرة أن تكون ثمينة وتكون أنفق من سواها سوقا. فهي الجديرة أن تكون ثمينة وتكون أنفق من سواها سوقا. أنفق سوقا أي أغلى ثمنا وأكثر مبيعا ورواجا. إذن في البيت الأخير يحاول الشاعر أن يبين لنا أو يفضل الشاعر هنا إبداعات التصوير بنوعيه كما ذكرنا سلفا عن باقي الفنون الأخرى ومكوناتها الجديرة، وأن تكون ثمينة ماديا ومعنويا.
إذن أعزائي الصغار، هنا انتهينا من شرح الكلمات الصعبة ومعاني بعض الأبيات الشعرية، لننتقل إلى التذكير ببعض المفردات اللغوية في الخانة أو في المرحلة المقبلة. إذن أفهم وأحلل كتذكير لبعض الشروحات اللغوية التي سبق أن ذكرناها سالفا. رمت، أصل الفعل هنا هو رام، أي رمت الشيء بمعنى طلبته ورغبت فيه. غضة بمعنى لينة وخالية من القسوة. وريق أي كثير الأوراق، نقول هذا غصن وريق، أي كثير الأوراق المخضرة. تجلو أي تصفي، تجلو النفوس أي تصفي النفوس من الأحزان أو من الهموم إلى آخرها. عرى هم أي حل به هم وغم. حشاك هنا معناها أحشاؤك وأحاسيسك الداخلية. نشوة ارتياح ورغبة، نشوة ارتياح ولذة عفوا. عريق نقول هذا فن عريق أي أصيل وقديم. ضروبه أي أنواعه. سموق من معنى علو وسمو. أنفق سوقا أو أنفق سوقا أي أكثر رواجا ومبيعا. إذن أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، سنمر إلى مرحلة أخرى من مراحل الدرس، هي محاولة ربط الكلمة بمعناها. إذن لدينا هنا مجموعة من الكلمات في هذه الخانة الأولى. رمت، غضة، تجلو. ثم لدينا كلمات أخرى في الجهة المقابلة لها، هي طلبت، توضح، وطرية. إذن سنحاول أن نربط كل كلمة بمعناها. إذن رمت كما جاء في النص هي طلبت، غضة بمعنى طرية، تجلو بمعنى توضح. إذن سنمر إلى سؤال آخر أعزائي التلاميذ حتى نستوعب جيدا بشكل جيد مضمون القصيدة. إذن استخرج من النص مفردة ومرادفها. إذن النص فيه مجموعة من المفردات التي سنحاول استخراجها. إذن يقول الشاعر: إن رمت عيشا ناعما ورقيقا فاسلك إليه من الفنون طريقا. ثم يقول في البيت الثالث: تلك الفنون المشتهات هي التي غصن الحياة. إذن العيش هنا بمعنى هو الحياة. ثم يقول في البيت الآخر في البيت الرابع: وهي التي تجلو النفوس فتمتلي منها الوجوه تلألؤا وبريقا. إذن هنا التلألؤ واللمعان هو مرادفه هو البريق. ثم يقول الشاعر في البيت الآخر البيت السابع: أرقى الشعوب تمدنا وحضارة. إذن هنا التمدن مرادفه هو الحضارة. إذن نمر أعزائي الصغار إلى السؤال الآخر. أبحث في النص عن أضداد الكلمات التالية. لدينا كلمة تشعل. إذن من خلال النص سنعود إلى البيت السادس بالضبط، عندما قال الشاعر: إن الغناء لمحدث لك نشوة في النفس تطفئ. إذن تشعل ضدها هو تطفئ. بداوة، سنعود إلى البيت السابع، يقول الشاعر: أرقى الشعوب تمدنا وحضارة من كان منهم في الفنون عريقا. إذن كلمة بداوة ضدها هي حضارة. ثم كلمة رخيصة، يقول الشاعر في البيت الأخير من القصيدة: فهي الجديرة أن تكون ثمينة. إذن رخيصة ضدها ثمينة أو ثمينة. إذن نمر أعزائي الصغار عزيزاتي الصغيرات إلى السؤال الخامس. ما هي النصيحة التي قدمها الشاعر لمن أراد أن يحيا حياة ناعمة؟ إذن من خلال البيت الأول للقصيدة الشعرية يمكن أن نكتشف
النصيحة التي قدمها الشاعر لمن أراد أن يحيا حياة ناعمة وحياة كريمة خالية من المشاكل والأحزان، حيث قال الشاعر في بداية القصيدة: إن رمت عيشا ناعما، أي إن رغبت أن تعيش حياة ناعمة وسعيدة ورقيقة فاسلك إليه من الفنون طريقة. إذن هذه النصيحة التي وجهها الشاعر لمن أراد أن يحيا حياة النايم، حيث استعمل هنا فعل الأمر أسلك، إذن عليك أن تسلك أو عليك أن تجعل للفنون نصيبا ومكانة في حياتك. إذن النصيحة التي قدم الشاعر لمن أراد أن يحيا حياة النائمة أن يجعل للفنون نصيبا ومكانة في حياته. إذن بالنسبة للسؤال السادس: ما نوع الفنون التي ذكرها الشاعر؟ إذن ذكر هنا الشاعر مجموعة من الفنون يمكن أن نكتشفها من خلال البيت الثاني، حيث قال الشاعر: واجعل حياتك غضة بالشعر والتمثيل والتصوير والموسيقى. إذن ذكر الشاعر هنا عدة فنون، منها الشعر والتمثيل والتصوير والموسيقى. إذن عندما نقول الشعر فالأداة التي يعبر بها أو التي يعتمدها الشاعر في التعبير عن أحاسيسه وعن ما يلج صدره وعن أفكاره يستعمل كأداة الكلمات، إذن يستعمل الكلمات كأداة للتعبير عن شعوره وعن إحساسه. نفس الشيء بالنسبة للتمثيل، الممثل ما هي الأداة التي يعتمدها في أثناء التمثيل؟ إذن يعتمد على الحركة ويعتمد على تقمص الأدوار. بالنسبة للتصوير هناك الرسام الذي يعتمد الألوان ويعتمد الريشة في التعبير عن أحاسيسه، وهناك آلة التصوير التي يعتمدها الفوتوغرافي أو الشخص الذي يصور أشرطة سينمائية أو وثائقية أو غيرها. بالنسبة للموسيقى أيضا يعتمدها الفنان على أدوات العزف كأداة للتعبير عن هذا الفن. إذن بالنسبة للسؤال السابع أيضا: أذكر تأثير الفنون على النفوس والوجوه. إذن الفنون أعزائي الصغار عزيزتي الصغيرات تؤثر على نفوس الناس وعلى وجوههم، حيث قال الشاعر في البيت الرابع بالضبط: وهي التي تجذب النفوس فتمتلي منها الوجوه تلألؤا وبريقا. أي أن الفنون تجلو النفوس، أي تصفي النفوس. تصفيها من ماذا؟ تصفيها من الأحزان ومن الهموم، حتى تظهر علامات البريق وعلامات البشاشة والفرح على وجوههم وعلى محياهم. بالنسبة للسؤال الثامن: من أرقى الشعوب حسب الشاعر؟ إذا نلاحظ أعزائي الصغار عزيزاتي الصغيرات البيت السابع، حيث قال الشاعر: أرقى الشعوب تمدنا وحضارة من كان منهم في الفنون عريقا. إذن ربط الشاعر هنا الفنون الأصيلة أو الفنون القديمة بكونها أو أرقى الشعوب حسب الشاعر من كانت له فنون عريقة يشتهر بها، أو من كانت إذن أرقى الشعوب حسب الشاعر من كانت لها فنون عريقة تشتهر بها. إذن هنا هذه هي أرقى الشعوب حسب رأي الشاعر. بالنسبة للسؤال التاسع: من المصور في رأي الشاعر؟ إذن إذا عدنا أعزائي الصغار إلى البيت التاسع، حيث يقول الشاعر: أما المصور فهو فنان يرى ما كان من صور الحياة دقيقة. إذن المصور في رأي الشاعر هو من يرى تفاصيل الحياة الدقيقة التي لا يراها الناس العاديون، ويؤثر رسمه أو تصويره في نفوسهم. بالنسبة للسؤال العاشر: وظف الشاعر أفعال أمر، على ماذا أو على علامة يدل ذلك؟ إذن هناك مجموعة من الأفعال الأمر استعملها الشاعر في قصيدته، كقوله: فاسلك في البيت الأول، ثم رطب في البيت الخامس، ثم اجعل حياتك غض. إذن استعمل الشاعر هنا مجموعة من أفعال الأمر، إذن وذلك يدل على تحفيز المتلقي وتشجيعه لتذوق الفنون والاستمتاع بها وتجربتها. أعزائي الصغار، نمر إلى مرحلة أخرى من مراحل الدرس، ألا وهي التركيب والتذوق، حيث سنحاول أن نقوم بتلخيص أو ربط الأفكار
أو تحويل الأبيات الشعرية إلى جمل مفيدة. إذن يمكن صياغة فقرة تركيبية هنا للنص الشعري، ويمكن أن نقول قصيدة الفنون الجميلة هي قصيدة عمودية، أي كتبت بشكل عمودي تناقش قضية دور الفنون وأهميتها بالنسبة لحياة الإنسان، فيدعون الشاعر هنا إلى جعلها وسيلة لإفراغ الهموم وعيش حياة ناعمة، مؤكدا على أن الفنون كانت ولا تزال رمزا من رموز الحضارة والتقدم، إذ يعبر بها الفنان عن مشاعره وينقل بها نظرته للحياة. لذلك فإن الفنون جديرة بالاهتمام نظرا لدورها الإيجابي في حياتنا. أعزائي الصغار، عزيزتي الصغيرات، سنحاول الآن صياغة فكرة عامة لموضوع النص. إذن سنحاول أن نصوغ فكرة عامة للنص، حيث يمكن أن نقول بأن الشاعر يبرز دور الفنون في تطهير النفوس وتلطيف الحياة وأهميتها في الرقي بالفرد والمجتمع بصفة عامة. إذن أعزائي الصغار، نمر إلى آخر مرحلة من مراحل الدرس، ألا وهي التحقق من التوقعات. إذن سنتحقق الآن من الفرضيات والتوقعات التي اقترحناها في بداية الدرس. الآن لدينا نظرة وفكرة عن موضوع الدرس، وأخذنا فكرة عن ما تحدث عنه الشاعر في القصيدة الشعرية، وبالتالي يمكن أن نقول بأن القصيدة تتحدث عن أنواع الفنون الجميلة ودورها في الحياة. إذن أتمنى أن تكونوا أنتم أيضا صائبين في توقعاتكم، وإلى هنا انتهى درسنا، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.